السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة خاصة وحلقة جديدة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة رجل الأعمال والمدير العام السيد نصر أبو رحمة، صاحب مؤسسة نصر أبو رحمة التجارية لاستيراد ومبيع زيوت معدنية وفلاتر السيارات. سعادة رجل الأعمال السيد نصر أبو رحمة، مرحب فيك برنامجنا الوطني. بداية بنحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. نعم سيد نصر أبو رحمة، كمدير عام لهذه الشركة حابين نعرف السادة المشاهدين بداية عن البطاقة الشخصية. نعم، نصر علي محمود أبو رحمة، من مواليد الأردن. نعم. قمت في مجال الزيوت من سنة 1992. ما شاء الله. فتحنا مؤسسة نصر أبو رحمة في 1998. نعم. مجالنا في مبيع الزيوت المعدنية والفلاتر ومعدات البناشر. نعم. كل ما يخص السيارات من زيوت وفلاتر ومستلزمات. جميل. نتحدث الآن سيد نصر أيضا عن، ولك الباع الطويل والخبرة في هذا القطاع، نتحدث عن عدد الفروع، نتحدث عن أبرز الخدمات بشكل أوسع منك. والله فرع مؤسسة نصر أبو رحمة الرئيسي هو ماركة الشمالية حي الزهراء. نعم. إلي فرع آخر كمان هو في مدينة جرش. طبعا مجالنا في زيوت السيارات كاملة مثل هيك. نعم. وفي عدة فروع عندنا كمان منتشرة في جميع أنحاء المملكة. نعم. لأخواني برضو من العقبة. نعم. إلى الشمال في جميع أسرة واحدة. أسرة واحدة إن شاء الله. نعم. نتمنى لكم التوفيق سيد نصر أبو رحمة، لكن نتحدث الآن عن التميز، عن الكفاءة، جودة العمل، من أين جاءت؟ والله التميز في العمل هذا يعني مهنتنا احنا ورثناها من الآباء والأجداد. نعم. في مجال الزيوت والخبرات والدورات اللي بنأخذها دائما باستمرار، اللي بيطلعون عليها المصانع المستورد منهم الزيوت. نعم. من حيث الجودة، من حيث الزيوت اللي تناسب السيارات الحديثة، من هايبرد، من سيارات عادية برضو. نعم. فبنواكب وين ما في محاضرات، وين في ندوات عن الزيوت هاي بنحاول نستفيد منها برضو، يعني نطلعها كمان لزبائننا. نعم. كوننا بنوزع احنا زيوت جملة في كافة المملكة. نعم. من محلات القطع السيارات والزيوت يعني والمراكز الصيانة. جميل. نتحدث عن الاستيراد والتصدير، نتحدث عن أبرز الوكالات التي تتعاملون معها. والله أبرز الوكالات هي زيوت في الدول انترناشونال. نعم. قديمة جدا طبعا هي زيوت. نعم. في دول. نعم. في منها إماراتي وفي منها إنتاج بريطاني. نعم. طبعا في منها البريطاني اللي ضاهي جميع السيارات من الهايبرد. جميل. جميع القياسات 020. نعم. كاملا. الاستيراد والتصدير. نعم. من أين؟ استيراد نستورد من ألمانيا. نعم. نستورد من الإمارات، بريطانيا. نعم. من الكويت، السعودية، يعني من دول الخليج ومن أوروبا. جميل جميل. كيف ترى إقبال المواطنين لمؤسسة نصر أبو رحمة التجارية العريقة؟ أكيد لكم إقبال شديد ما شاء الله. والله من فضل الله الحمد لله الإقبال جيد جدا، يعني لطول التعامل في هذا المجال. نعم. وللمصداقية في التعامل. جودة العمل لها دور كبير. أكيد أكيد طبعا. نعم. فاحنا يعني زي ما تقول بنتواصل كمان مع زبائننا غير في المؤسسه، بنقوم بزيارات كامله الى زبائننا في المحافظات. نعم. يعني نحن الان ايضا بفرع ماركة الشماليه، نتحدث عن عدد الكوادر داخل هذا الفرع. الكوادر يعني من مندوبين مبيعات ومحاسبين وعمال، وهذا ما يقارب حوالي 7 اشخاص. نعم اكيد ذات كفاءه، ذات خبره. طبعا ذات كفاءه طويله. نعم. وبنطلعهم كمان على الدورات اللي بيصيروا حتى يقدر يتواصل كمان مع الزبون اللي بيجي لنفرق يشرح له كامل عن المواد. كلام جميل. يعني سيد نصر أبو رحمة، هذه المؤسسة التجارية العريقة في مجال الزيوت، نتحدث عن تطور هذا القطاع، قطاع الزيوت، زيوت السيارات، كيف ترى تطور قطاع الزيوت في الأردن؟ والله تطوره يعني ما شاء الله عنه سريع جدا، كونه يعني اضطر تواكب السيارات اللي بتيجي جديد. مثلا سيارات الهايبرد، سيارات العادية، يعني أول كانت سيارات كلها عبارة عن سيارات بنزين عادي وليس سيارات هجينة. نعم. فقطاع الزيوت هذا بضل يتواكب شو بناسب كل سيارة زيت إلها. نعم. اللي يكون مناسب يعني السيارات الحديثة هاي لازم يكون مثلا فيش سنتتك، في سيمي سنتتك. نعم. فلازم نواكب حتى نعرف كل زيت شو بناسب للسيارات. يعني شو بتحب توجه رسالة للسادة المشاهدين بهذا الاختصاص؟ والله بحب أوجه لهم إنه أي إنسان أو مواطن يعني بترك من السيارات هاي الحديثة يسأل عن الزيت اللي يناسبها. نعم. ما يحط مثلا يظل فكرته على الزيوت القديمة. السيارات الحديثة يعني بتأثر على السيارات أكيد. لما بتحط زيت غير مناسب للسيارات هاي الحديثة بلحق ضرر في السيارات. سيد نصر أبو رحمة، نتحدث الآن عن نقابة أصحاب زيوت السيارات، هل تتعاون معكم؟ ما شاء الله. لا والله في تعاون. يعني بتحب توجه لهم رسالة شكر أيضا عن شاشة قناة جوسات؟
بشكر نقابة زيوت السيارات ونشكر غرفة التجارية تعاونها معنا. أحيانا نشوف يكون ملاحظات والصناعة والتجارة نعم بيساعدونا نعم. دائما نوجه الشكر أكيد من باب قناة جوسات لرقابة أصحاب قطع نقابة أصحاب زيوت السيارات وأيضا لوزارة الصناعة والتجارة تعاونهم الدائم أكيد مع القطاعات المختلفة. سعادة رجل أعمال السيد نصر أبو رحمة لكم طموحات شتى بفروع جديدة محافظات مختلفة إن شاء الله في الأردن، ما هي أبرز الطموحات؟ والله إن شاء الله بنحاول إنه يعني نجدد نشاطنا كمان نفتح فروع أخرى كاملة غير مؤسسة أبو رحمة اللي في ماركة بإذن الله. إن شاء الله التوفيق والنجاح. عندكم عدد كوادر من الكفاءات والخبرة، شو بتحب توجه رسالة لجيل الشباب فرسان التغيير أكيد لدعمهم أكيد من خبرتك؟ هذه رسالة موجهة من حضرتك أكيد. والله بوجه لهم يعني بالنسبة للمجال العمل في الزيوت هذا مجال جيد جدا، وأنه يحاول يعني يطور نفسه يبحث بالنت في الأمور الثانية كان مثل هيك، مجال كثير يعني واسع وممتاز جدا يعني. من صار على الدر وصل نحكي احنا دائما ابدا وكل مجتهد النصيب. سيد نصر ابو رحمه قبل نهايه هذا البرنامج الوطني انجازات وطنيه عبر شاشه قناه جوسات الفضائيه الاردنيه، دائما وابدا بفضل رب العالمين بفضل القياده الحكيمه جلاله الملك عبد الله الثاني نقول له كل عام وانتم بخير بعيد ميلاده وايضا عيد الوطن. لو قدر لك ان تقابلت مع جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القياده الحكيمه في ظل هذه القياده الرشيده في ظل هذه المناسبه الوطنيه ايضا، ماذا ستقول عبر هذه الشاشه سعاده رجل اعمال السيد نصر ابو رحمه؟ والله بنقول لسيد البلاد كل عام هو بألف خير، وإن شاء الله ربنا يديمه على هالبلد وعلى نعمة الأمن والأمان، ويحفظ ربنا الأردن وجميع الدول العربية ويديم على نعمة الأمن والأمان. آمين رب العالمين. أيضا حماة الوطن العين الساهرة شو بتحب توجه لهم رسالة أيضا؟ والله بنشكرهم كل الشكر للحماة الساهرة على نعمة الأمن والأمان ونقول لهم الله يعطيكم ألف عافية. الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية دون استثناء، كل عام وأنتم بخير. أعزائي السادة المشاهدين عبر هذه الشاشة عيد الوطن عيد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، نقول لك كل عام بخير أيضا السيد نصر أبو رحمة إن شاء الله بفروع جديدة وقادمة إن شاء الله، والله يديم الأمن والأمان ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. لكن قبل نهاية هذا البرنامج حابين نحدد موقع هذه الفروع، مؤسسة نصر أبو رحمة التجارية أكيد اختصاص في بمجال الزيوت، وأيضا لديكم صفحة على الويب سايت على الفيسبوك يريد نذكرها. صفحتنا على الفيس هي نصر أبو رحمة، وعلى البريد الإلكتروني arklub@yahoo. نعم. وعنواننا ماركة الشمالية حي الزهراء عمارة 138. نعم. أرقام تلفاتنا طبعا هي 06-489-89-08 والموبايل 079-350-0182. نعم والأرقام ستظهر على الشاشة عند زميل مدير التصوير السيد أحمد الخالدي. لكن أيضا شو بتحب توجه رسالة إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع سنة 2017، الله يديم الخير ونعمة الأمن والأمان، شو بتحب توجه رسالة للسادة المشاهدين سيد نصر أبو رحمة في هذه السنة الجديدة؟ والله نسأل الله أن تكون سنة خير على الجميع يا رب. نعم. ونشكر شكر خاص لقناة جورسات على الاستضافة الجيدة. نعم. ونقول لكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بألف خير. واحنا نقول لك كل عام وانت بخير وانت بألف خير دائما وابدا. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل لسعاده رجل الاعمال المعروف السيد نصر ابو رحمه المدير العام لعده فروع لمؤسسه نصر ابو رحمه التجاريه للاستيراد ومبيع زيوت معدني وفلاتل سيارات. نتمنى لك توفيق سيد نصر ابو رحمه وشكرا دائما وابدا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات. الله يعطيك العافية. ألف شكر لكم. أهلا شرفتم. الله يديمكم. حياكم الله.